افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معرضا للمشاريع الفائزة في مسابقة علماء المستقبل للبحوث والابتكارات العلمية للعام الدراسي 2020-2021 والتي نظمها مركز رعاية الطلبة الموهوبين وشملت طلبة كافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، حيث استمع وزير التربية والتعليم إلى شرح من المشاركين حول آليات تصميم تلك المشاريع وأهدافها ونتائجها، مؤكدا ما تحظى به المواهب الطلابية من عناية كبيرة ورعاية موصولة من لدن القيادة الحكيمة التي جسدت في إنشاء مركز رعاية الطلبة الموهوبين منذ العام 2008 الذي ساهم في العناية بتلك المواهب وصقلها منذ مراحلها الدراسية الأولى، ما أتاح الفرصة لهم لتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الخلاقة في مجالات الموهبة المتنوعة، مثمناً في الوقت نفسه المشاريع المقدمة لهذه المسابقة التي جمعت بين التجديد وتحقيق الفائدة والارتباط بالحياة اليومية والتميز في الاستخدام الأمثل للمعلومات وتفعيل الذكاء الاصطناعي فيها. هذا المعرض اليوم اسم على مسمى، فنحن نهدف بإذن الله تعالى من خلال مركز رعاية الموهوبين أن نبحث عن الطلبة الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات، واليوم كان هذا المعرض خاص بعلماء المستقبل من خلال مشاريعهم الرائدة. شاركت مدارس عديدة، تم بعد ذلك اختيار هذه المشاريع التي تميزت بالإبداع والابتكار وترجمت كل ما حصلوا عليه أبناءنا الطلبة في السنوات الماضية، مع إضفاء عليه نوع من الاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب. فكرة ابتكارنا هي طفاية حريق تعمل بالموجات الصوتية، الهدف منها أن نستبدل طرق الإطفاء التقليدية التي تكون ضارة بالإنسان والبيئة. طبعا أود توجيه جزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ومركز الموهوبين لاهتمامه بمواهبنا وصقله لها. قمنا باستخدام نبات الزعتر لتغطية الكمام كمضاد للفيروسات ومطهر للجو، وفي الوقت نفسه يساعد في التنفس لمن يعانون من حالات الربو. وقمنا باستخدام القبعة الذكية بجهاز السنسر ويقوم بإنذار الآخرين بالتباعد الاجتماعي عند اقترابهم لها، والهدف من البحث تخفيف من لمن يعانون من حالات الربو ويساعد في التنفس. والقبعة الذكية يساعد في الابتعاد الاجتماعي. شاركنا في مسابقة علماء المستقبل ببحث بيئي بعنوان العلاقة بين عدد السيارات ونسبة التلوث الهوائي في مملكة البحرين، حيث قمنا بدراسة العلاقة بين زيادة نسبة عدد السيارات الملحوظ في السنوات الأخيرة وزيادة نسبة تلوث الهواء في مملكة البحرين. وخرجنا ببعض من التوصيات، ومنها استخدام السيارات صديقة للبيئة وزيادة التشجير وزراعة النباتات لتنقية الهواء